العاصمة أية وعمر، فهم بوعزة، حمار زيري، زين الدين مكاوي، ورشيد ناجي، يعني خمسة لاعبين من اتحاد العاصمة. بينما في صفوف الاتحاد يتواجد المدافع محمد بن يحيى الذي أبان عن إمكاناته وأظهر إمكاناته هنا في مولودية وهران، ثم تنقل إلى العاصمة وأصبح يلعب ويتقمص ألوان الاتحاد. وكذلك محمد بن خماسة ابن مدينة وهران الذي تنقل إلى اتحاد العاصمة وهو في الأصناف الصغرى، واليوم يصنع أفراح اتحاد العاصمة. مخالفة يقول الحكم عرب على فريق مولودية وهران. آية وعمر العائد إلى التشكيلة، هذا كرسي احتياط اتحاد العاصمة، ومدرب الذي يقوده تيري فروجي المدرب الفرنسي صاحب 55 عاما والذي أشرف على عدة أندية منها تيبي مازامبيا الكونغولي وكذلك المنتخب الطوغولي ونيم الفرنسي وكريتاي وفان وغيرها من الأندية، والذي لم يتوج إلى غاية الآن بأي لقب مع أي فريق، وهو يطمح هذا الموسم للتتويج مع فريق اتحاد العاصمة على الأقل بلقب واحد هذا الموسم. كرة لمصلحة اتحاد الجزائر، بين هناك حامية محمد يلعبها بينية مع عرجي، ولكن دفاع المولودية عودة موفقة من سفيان بوشار. كرة لمولودية وهران، دائما سباح يلعبها مع حليمية، رضا حليمية 22 سنة، اللاعب الأكثر تواجدا في التشكيلة الأساسية لمولودية وهران 990 دقيقة، هذا الشاب 22 سنة رضا حليمية الذي يملك من المؤهلات ما يسمح له في اللعب في المستويات العالية. كرة لاتحاد العاصمة، من هناك عبد الرؤوف بنغيت قطعة أساسية في فريق الاتحاد، وهذه الكرة لمصلحة الاتحاد، من هناك من حامية، ولكن الدفاع يخرجها إلى ركنية، أول ركنية في المباراة طه شعبان. شاهدوا بأن فريق اتحاد العاصمة يضغط في هذه اللحظات، الاتحاد يعتمد على لاعبين في الأمام على يايا فوزي وحامية محمد الأمين، بينما يعتمد على بودربال وبن حمودة في العمل الهجوم. وهذه ركنية من بن موسى مرفوعة في القائمة الأول، ولكن تدخل دفاع مولودية وهران، ما زال الخطر، ما زالت الكرة لمصلحة الاتحاد، ولكن دفاع المولودية دخل عن طريق زين العابدين سباح ويخرجها آية وعمر، كرة بالخطأ ولكن توصل إلى رشيد ناجي والانطلاقة، عودة موفقة من عبد الرؤوف بنغيت بن موسى لبنغيت، بنغيت يلعبها الجهة اليسرى، أين موجود شريفي رضوان أو بودربال؟ بودربال هذا الخطير عند الكرة، يفضل يمررها لين هناك لفوزيايا، والكرة مقطوعة من بوشار، والانطلاقة في هجوم معاكس لمولودية وهران، والحكم عرب يصفر خطأ للمولودية. مولودية وهران تلعب اليوم بأربعة لاعبين في الدفاع، حليمية بوشار وسباح، بوشار سباح يشكل محور الدفاع، حليمية ومكاوي على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى من الدفاع، بينما اليوم مولودية وهران تلعب بمسترجع كرات واحد لو هو يطو محمد على غير العادة. اعتدنا أن نشاهد في مولودية وهران تلعب بيطو وحمزة هريات غائب عن هذه المباراة. اليوم قلت يطو، وفي العمل الهجومي حمزة ايت وعمر وابو عزة، وفي الأمام نجد يوسف شيبان وحمار على الرواقين وناجي كقلب هجوم. كرة لمولودية وهران، زيري حمار، التوزيع من هناك نحو القائمة الثاني، وسهلة كانت هذه الكرة بالنسبة لإسماعيل منصوري العائد إلى تشكيلة اتحاد العاصمة، العائد إلى التشكيلة الأساسية ويلعب مباراته الرابعة هذا الموسم كأساسي بعد غياب محمد لامين زماموش الذي يغيب بسبب العقوبة عن هذه المباراة. كرة لمولودية وهران، يوسف شيبان يلعب كرة مع أبو عزة في الوسط، دائما وعز لحمزة ايت وعمر الذي هو العائد الآخر إلى تشكيلة مولودية وهران بعد عقوبة دامت لأربع مباريات. سباح لآية وعمر، كرة في الأرض بالنسبة لمولودية وهران، آية وعمر لبوشار، بوشار يلعبها مع زيري حمار، زيري حمار طلق على الجهة اليسرى مع ثلاث لاعبين، زيري حمار ما دام عند الكرة مازال عند الكرة، ولكن تروح سهلة لمنصور. مولودية وهران العائدة في الجولات الماضية القليلة الماضية، والفريق الذي لم ينهزم منذ أربع مباريات، حقق
فوز أمام دفاع تاج نانت وتعادل أمام شباب قسنطينة، وهو يلعب اليوم من أجل الإطاحة بالرائد، رائد اتحاد العاصمة الذي لم ينهزم منذ ثلاث جولات، منذ الجولة الثالثة. هي مباراة بين أحسن هجوم في البطولة اتحاد العاصمة 25 هدف، ومولودية وهران التي تحتل المرتبة 11 كأحسن دفاع بتلقيها ل 16 هدف. مولودية وهران في 6 مباريات الأخيرة، قلت مولودية وهران في 6 مباريات الأخيرة لم تتلقى أهداف كثيرة، تلقت فقط ثلث أهداف، وذلك منذ تولي معزوزي حراسة مرمى مولودية وهران بالعطوي 49 سنة، بالعطوي الذي يعود إلى مولودية وهران مرة أخرى، يعود إلى البيت وهو يحمل أمال وطموحات كبيرة لأداء موسم كبير مع مولودية وهران، وهو الذي غادرها قبل 3 مواسم أو موسمين، ويلعب اليوم مباراته الثالثة مع مولودية وهران ولم ينهزم بعد. كرة لمصلحة المولودية، فهام بوعزة عنده الكرة يلعبها مع زين الدين مكاوي لزيري حمار، زيري حمار عنده الكرة المراوغة من زيري، ولكن الكرة خرجت والحكم عرب يقول 5 أمتار و50 13 دقيقة لعب 0 مقابل 0. طه شعبان لحد الآن لم نرى فرص حقيقية من الجانبين، هذا أمر طبيعي إلى غاية الآن بعد مرور 13 دقيقة، كل فريق يلعب بتحفظ كبير في بداية هذه المباراة. اتحاد العاصمة يبحث عن تحقيق وحصد نقاط، 3 نقاط من خارج الديار، كما نعرف أنه فريق الاتحاد يحسن التفاوض جيدا خارج الديار. الاتحاد لعب 6 مواجهات خارج الديار، فاز في 4، تعادل في 1، وانهزم في 1 فقط في مدينة بشار أمام شبيبة الثورة بثلاثية نظيفة، بينما فريق مولودية وهران الذي عاد في الجولات الأخيرة لا يريد العودة إلى نقطة الصفر، يريد مواصلة المشوار بنفس النهج، يريد دائما البقاء في سلسلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث. ربما هذه الندية الكبيرة نشاهد بأنه اللعب محصور في البداية في وسط الميدان، أين يتواجد كل من بن خماسة بن غيت وبن حمودة، وفي الجهة المقابلة نجد كل من آيت وعمر ويطو وفهم بوعزة. ربما الفريق الذي سيستحوذ أكثر على وسط الميدان والذي سيفوز بالصراعات الثنائية هو من ستكون له الأفضلية في هذه المباراة. كرة لصالح مولودية وهران على الجهة اليمنى، حليمية عنده الكرة دائما يلعبها 1-2 مع يوسف شيبان، هيلة ممتازة لصالح مولودية وهران، مازال عنده الكرة لصالح المولودية، ولكن بن موسى يقطع هذه الكرة، مازال الخطر، تبقى الكرة لصالح مولودية وهران. من هناك حليمية مراوغة جميلة، ولكن الحكم يقول خطأ ومخالفة لمصلحة مولودية وهران. حليمية بعد التدخل على رضا حليمية من عبد الرؤوف بن غيت، خطأ كان واضح والمخالفة أعلن عليها الحكم عراب، وهذا جانب من جمهور مولودية وهران الذي يمني نفس اليوم بالفوز بهذه المباراة والتقدم أكثر على مستوى جدولي الترتيب. مخالفة لمصلحة مولودية وهران، 15 دقيقة لعب، دائما 0 مقابل 0 بين مولودية وهران والفريق الضيف اتحاد العاصمة. آيت وعمر في تنفيذ هذه المخالفة راح تكون داخلة نحو الرفقاء من حمزة، آيت وعمر الذي يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، الحكم عرب يطلب من عبد الرؤوف بن غيت احترام المسافة القانونية في هذه المخالفة. 5 لاعبين من جانب مولودية وهران أو 6 لاعبين في منطقة اتحاد العاصمة، آيت وعمر يتأهب لتنفيذ هذه المخالفة. آيت وعمر الكرة من هناك نحو القائم الأول، ولكن دفاع الاتحاد يخرجها عن طريق حمية الذي عاد إلى الدفاع وأخرج هذه الكرة إلى الركنية. الركنية هي الثانية في المباراة والأولى لصالح مولودية وهران. آيت وعمر دائما في تنفيذ الكرات الثابتة، آيت وعمر دائما في تنفيذ الكرات الثابتة، كرة ممتازة ودفاع الاتحاد يتدخل دائما الكرة، ولكن خارج إطار المرمى
كانت كرة لصالح مولودية وهران ودفاع الاتحاد دائما في المكان المناسب. كانت ركنية ملعوبة بشكل جيد في القائم الثاني أين كان يتواجد جل لاعبي مولودية وهران، بينما كانت يعني القامة المورفولوجية الهائلة لبن يحيى سمحت له بإبعاد هذه الكرة، لكن المتابعة لم تكن بالكيفية اللازمة من صباح زين العابدين اللي كان آخر لاعب من جانب مولودية وهران، بما أنه كل رفقاؤه كان صعدوا وكان يتواجدوا في منطقة العمليات كان ما عليه سوى التسديد، لكن التسديدة كانت تنقصها الدقة والتركيز. كذلك غابت التسديدات في هذه المباراة لغاية الآن بعد مرور 17 دقيقة، لعب متكافئ بين الفريقين، ننتظر ندية أخرى، ننتظر هجمات أخرى. على ما يبدو لي رشيد ناجي ساقط فوق أرضية الميدان، نتمنى أن ينهض سالما معافى. هل ربما راح يكون تغيير؟ لم أعتقد أنها رشيد ناجي يعاني من إصابة في هذه اللحظات، ولحسب كرسي احتياط مولودية وهران ربما على ما أعتقد سيدخل اللاعب فريفر، سيدخل اللاعب فريفر ربما مكان رشيد ناجي، البقية يعاني من الإصابة أنه يتواجد كمهاجم كل من قرتيل اللاعب الشاب وفريفر بلال عبد الرزاق يعني في وسط الميدان الهجومي، ربما سيدخل اللاعب فريفر بومدين، سنتأكد من هذا بعد لحظات. إن دخل فريفر ربما ستكون هناك تعديلات على الرسم التكتيكي لفريق مولوديته. صفر مقابل صفر دائما بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة ومولودية وهران يتشاركان في 18 شعبان في الربع ساعة الأول. اتحاد العاصمة سجل أو كرة لصالح الاتحاد دائما خطيرة من هناك، وتدخل أو خروج الحارس لتيم الذي قد على هذه الكرة، كرة لمصلحة مولودية وهران ضيعة مرة أخرى، تبقى لصالح اتحاد العاصمة. الحكم العرب يقول تمس لمصلحة الاتحاد. اتحاد العاصمة الذي سجل هجومه 25 هدف لم يسجل في الربع ساعة الأول في كل المباريات إلا 8% من هذه الأهداف، ومولودية وهران التي سجلت 16 هدف لم تسجل سوى 6% من أهدافها خلال الربع ساعة الأول، وهذه توزيعة من بن موسى والحارس الحارس لتيم يقعد على هذه الكرة لتيم، محاولات من جانب اتحاد العاصمة في هذه اللحظات. التوزيعة الأخيرة كانت من بن موسى العائد إلى التشكيلة الأساسية، والآخر مختار بن موسى صاحب الخبرة والتجربة في اتحاد العاصمة، 7 مواسم يلعبها في اتحاد العاصمة إلى حد الآن. قلت بأن نسبة قليلة من الأهداف التي سجلها فريق مولودية وهران اتحاد العاصمة في الربع ساعة من الأول لكل مبارياتهما خلال هذا الموسم. كرة من سباح يلعبها طويلة البحث عن يوسف شيبان، والآن راح يدخل مكان رشيد ناجي، نعم الذي خرج راح يدخل في مكانه فريفر بومدين. فريفر بومدين 19 سنة لاعب الشاب في مولودية وهران، لعب مباراتين كأساسي هذا الموسم، وهو الذي واحد من اللاعبين الشبان المتميزين في صفوف المولودية. كرة لمصلحة مولودية وهران، فهم بوعزة في الوسط يبقى حافظ على كورته، ترجع الكرة لزين الدين مكاوي لفهم بوعزة، كرة ما زالت لمولودية وهران. ربما مع هذا التغيير راح تطرأ بعض التغييرات في الرسم التكتيكي على فريق مولودية وهران، سيصبح اللاعب يوسف شيبان يلعب كرأس حربة، والمهاجم فريفر سيكون في الرواق الأيسر، هو يحبذ اللعب في هذا الرواق، إذن سيكون في الرواق الأيسر مع مكاوي زين الدين. المباراة عرب 30 سنة
حكم دولي منذ سنة 2017، طبيب نفساني. شيء مهم أنك تكون طبيب نفساني طه شعبان وأنت تحكم المباراة. أن هناك عقليات مختلفة، هناك ذهنيات مختلفة، 22 لاعب فوق أرضية الميدان، ليس من الأمر الهين أن يعني تحكم مباراة كرة القدم، خاصة ضغط كبير من اللاعبين، من الأنصار، من المحيط، هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الحكم. هذه كرة لصالح اتحاد العاصمة، من هناك عرجي توزيع أرضية ودفاع المولودية تدخل ويخرج هذه الكرة، تبقى دائما الكرة لمصلحة المولودية، ولكن تدخل في آخر لحظة من توزيعية، تماس لمولودية وهران، يوسف شيبان عنده الكرة، محاصر بلاعبين يضيعها وتروح تماس لاتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة بأرمادة كبيرة من اللاعبين الشبان والكبار في البطولة الوطنية، يتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقية شبيبة القبائل، ويملك مباراة متأخرة في رصيده أمام وفاق سطيف، الاتحاد الذي يطمح إلى حسم اللقب الشتوي بوهران. والاتحاد حقق أكبر عدد من الانتصارات في البطولة إلى غاية الآن بتسع انتصارات، آخرها كان أمام شبيبة القبائل في بحر هذا الأسبوع نتيجة هدف دون رد. هدف كان من تسجيل فوزية، كرة لبن خماسة في وسط الميدان، جاز يلعبها مع عبد الرؤوف بن غيت، عبد الرؤوف بن غيت اللي يلعب موسمه الثالث في اتحاد العاصمة، قطعة أساسية في فريق الاتحاد، ويملك 3 أهداف هذا الموسم مع اتحاد العاصمة. كرة الاتحاد دائما بن يحيى، بن يحيى اليوم يلعب في المحور الدفاع رفقة شريفي رضوان، ومدرب الاتحاد تيري فروجي فضل إحالة أو إبقاء شافعي المدافع المحوري في كرسي الاحتياط. اتحاد العاصمة يحافظ على الكرة دائما، عند الكرة بن يحيى يلعبها مع بن غيت، بن غيت يجيه رفيق بودربال، رفيق بودربال 31 سنة يلعب موسمه الثالث أيضا مع فريق اتحاد العاصمة. فوزية لبن غيت، بن غيت يرجعها لشريف رضوان. في هذه اللحظات فريق اتحاد العاصمة يتحكم في الكرة، شوف هنا يتحكم في الكرة مثلما يشاء، يستحوذ على الكرة من خلال التمريرات بين عناصره، يبحث عن خلق الفضاءات والمساحات، يبحث عن إخراج لاعبي مولودية وهران من منطقتهم من أجل خلق المساحات والفضاءات، خاصة أنه يملك لاعبين من ذوي السرعة الذين يملكون الخبرة من أمثال حامية ويايا، بالإضافة إلى بودربال اللاعب السريع في اللي يتواجد في 25 دقيقة الأولى على الجهة اليسرى من دفاع الاتحاد. هذا جانب من أنصار اتحاد العاصمة الذين تنقلوا اليوم إلى وهران لمساندة فريقهم في هذه المباراة. كرة لمولودية وهران، ولكن تروح سهلة للحارس إسماعيل منصوري. وصل الدقيقة 25، دائما التعادل السلبي بين الفريقين 0-0 بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. كرة لبن موسى على الجهة اليسرى يلعبها مع بن حمودة، حمودة هذا اللاعب الشاب الذي يلعب مباراته الأولى كأساسي مع فريق اتحاد العاصمة، 21 سنة يلعب في مكان مزيان الغائب اليوم، وهذه مخالفة خطيرة، مخالفة قريبة جدا من مرمى اسماعيل منصور. يقول حكم المباراة عرب بعدما تم عرقلة يطو أو فريفر بومدين، فريفر بومدين كان فيه دفع من عرجي على فريفر بومدين في هذه الكرة، وحكم المباراة يقول مخالفة خطيرة وقريبة جدا من مرمى اسماعيل المنصوري. كنا شاهدنا بالعرض البطيء انه يدي كلتا يدي المدافع كانت ملتصقتين بظهر المهاجم، وربما هنا يعني خطأ
أو كرة ثابتة خطيرة حتى يعني الحكم يعني كان هنا قراره سليم. كرة مثل هذه يا طه شعبان في الكرة الحديثة تعد بمثابة ضربات الجزاء، خاصة في ظل وجود لاعب اسمه فهام بوعزة سجل عدة أهداف من هذا المكان. كذلك حمزة أيت وعمر أو زيري حمار بالتسديدات القوية. زيري حمار، فهم بوعزة وحمزة أيت وعمر، الثلاثي الذي تأهب لتنفيذ هذه المخالفة. من سينفذ هذه المخالفة القريبة الخطيرة جدا من مرمى إسماعيل منصور ومرمى اتحاد العاصمة؟ الحكم عرب يطالب من الجدار دفاعي لاتحاد العاصمة باحترام المسافة القانونية. مخالفة خطيرة لمولودية وهران في تنفيذها أبو عزة وزيري حمار أو حمزة آيات وعمر. مخالفة خطيرة وقريبة جدا من مرمى إسماعيل منصوري في تنفيذها فهم أبو عزة، وسهلة وسهلة بالنسبة للحارس إسماعيل منصوري الذي كان في المكان المناسب في هذه الكرة. كرة كانت طه شعبان كانت في وسط المرمى، يعني لم تكن مقوسة بالشكل اللازم ولم تكن الزاوية البعيدة. كانت الكرة في أحضان الحارس منصوري الذي كان في المكان المناسب. هنا الكرة كان ضربها فهام بوعزة، كانت كرة قوية لكن كانت تنقصها يعني الدقة أو التسديد في جهة معينة، الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى، من أجل أن تخلق خطر على مرمى الحارس منصوري. هذه الكرة لصالح اتحاد العاصمة وحليمي يسترجع الكرة ولكن مقطوعة من بن موسى. تبقى الكرة لصالح الاتحاد، دائما من هناك التمريرة تبقى لصالح اتحاد العاصمة. عبد الرؤوف بن غيت كرة في أخذ ورد، دائما صراع كبير على الكرة. الآن الكرة لصالح الاتحاد، رفيق بودربال الذي تحول إلى الجهة اليمنى. الآن رفيق بودربال عنده الكرة، يبقى محافظ على كرة، تمريرة ممتازة لوليد عرجي، التوزيعة وتصطدم الكرة بالمدافع زين الدين مكاوي وتخرج تماس. يقول المساعد الأول بن ناصر خالد، كرة لاتحاد العاصمة في منطقة العملية، عرجي التمريرة وسهلة لدفاع المولودية وهران ليرجعها عن طريق سفيان بوشار. كرة لاتحاد العاصمة دائما شريف رضوان، التمريرة لبن خماسة، يبقى محافظ على كرة بن خماسة يلعبها مع بن موسى. بن موسى والحكم يقول مخالفة لاتحاد العاصمة بعد التدخل من زيني حمار على بن خماسة الساقط على أرضية الميدان. نتمنى أن يعود سالما معافى. شوف هنا كان فيه تدخل، رجل اليسرى زيري حمار كانت فوق الرجل اليمنى لبن خماسة. نتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود إلى أرضية الميدان. إذن 30 دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى بين مولودية وهران واتحاد العاصمة لم نشهد فيها الكثير، لم نشهد المحاولات الخطيرة على مرمى الحارسين منصوري أو أسامة لثيم. اللعب بقي منحصر في وسط الميدان بين هاتين المدرستين العريقتين المولودية والاتحاد. مولودية وهران تبحث عن تبحث عن الثلاث نقاط، وهو نفس الطموح بالنسبة لاتحاد العاصمة في هذه اللحظات، ومخالفة مباشرة لصالح الاتحاد. بن موسى في تنفيذ هذه المخالفة، بن موسى وكراته الداخلة نحو الرفقاء، بن موسى مرفوعة نحو القائم الأول ولكن رأسية فوزيايا كانت بعيدة عن إطار المرمى وتخرج 5.50 لمصلحة مولودية وهران. شاهدنا العديد من الكرات الثابتة في هذه المرحلة الأولى لكن دون تجسيد، كما قلت سيف الدين بن زردة، والفريقان لم يستغل هذه الكرات الثابتة لأنه اللعب جميع المنافذ مغلقة في هذه المباراة إلى غاية الآن. ربما إن سجل هدف راح يكون عن طريق كرات ثابتة أو عمل فردي، لأنه كلا الفريقان يلعبان بكتلة
واحدة. نشوف الجميع يهاجم والجميع يدافع مما يشكل صعوبة على حامل الكرة وعلى المهاجم. دائما نشاهدوا لاعب يلقى أمامه اثنين أو ثلث عناصر من الجانبين، تكافؤ كبير في اللعب بين الفريقين في هذه النصف ساعة الأولى من هذه المباراة. مولودية وهران الفريق الذي فشل في التسجيل في 5 مباريات من أصل 13 مباراة، عمل هجومي كبير ينتظر المدرب العضوي في هذا الفريق. وبالنسبة لاتحاد العاصمة لم يفشل في التسجيل إلا في مباراتين من أصل 12 مباراة، ما يوضح القوة الهجومية للاتحاد التي لم تظهر إلى غاية هذه اللحظة، إلى غاية الدقيقة 32. نذكر أن هداف الفريق الكونغولي برنس إبارا هو في كرسي احتياط اتحاد العاصمة، لم يدخل بعد. وهذا تيري فروجي، فروجي الذي يريد كما قلنا التتويج بأول ألقابه في مسيرته الكروية مع اتحاد العاصمة، وهو اليوم أقحم عدة لاعبين كانوا في كرسي الاحتياط، اليوم يتواجدون في التشكيل الأساسي لاتحاد العاصمة من أجل إبراز قدراتهم وإمكاناتهم. المدرب تيري فروجي كان يعني اليوم منح الثقة لهؤلاء اللاعبين لكي يبصموا على إمكاناتهم في هذه المواجهة، ولكن إلى غاية الآن الحلول غائبة. ربما المدرب اتحاد العاصمة سيقوم بتغيير أو تغييرين مع بداية المرحلة الثانية. وهذه مخالفة لاتحاد العاصمة في تنفيذها دائما بن موسى، مختار بن موسى في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة في القائمة الثانية من هناك. واو، كانت خطيرة وصعبة على الحارس لتيم الذي خرجها إلى الركنية. هذه الكرة الركنية الثالثة أو الرابعة في المباراة، وهذه الثالثة لمصلحة اتحاد العاصمة. شوف هنا الإعادة، طه كانت كرة من بن موسى نحو القائمة الثانية، ولكن لتيم وجد صعوبة في إبعاد هذه الكرة بالرغم من أنه كان أمام 5 أو 6 لاعبين من جانب مولودية وهران، إلا أنه صعود أحد لاعبي اتحاد العاصمة صعب من مأمورية الحارس في التقاط هذه الكرة المطلوبة. ركنية في تنفيذها بن موسى، دائما بن موسى في تنفيذ هذه الركنية مرفوعة نحو القائم الأيمن الأول، ولكن دفاع المولودية يخرج هذه الكرة، وهجوم معاكس لمولودية وهران. زيري حمار يلعبها مباشرة نحو آية عمر، آية عمر يلعبها طويلة، يبدل جناح نحو بومدين، فريفر عنده الكرة، دائما فريفر دائما عنده الكرة، التسديد، ولكن الدفاع يعود في آخر لحظة، دفاع يعود في آخر لحظة عن طريق عبد الرؤوف بنغيت، كان فيه تباطؤ من فريفر في هذه الكرة، وبنغيت عودة موفقة منه يقطع هذه التسديدة ويسترجعها فريق اتحاد العاصمة عن طريق فوزيايا. اللقطة الماضية كان لاعب فريفر ربما هنا كان مطالب باللعب الجماعي، كان بإمكانه تقديم الكرة، كان بإمكانه لعب الأسلوب السهل الممتنع بتقديم الكرة لأحد رفقائه اللي كانوا متحررين، لأنه فضل التسديد، ولكن كان لها دفاع الاتحاد بالمرصاد. اتحاد العاصمة الذي لعب منذ بداية الموسم الحالي الجديد 20 مباراة ما بين البطولة وكأس الكاف وكذلك البطولة العربية. اتحاد العاصمة الذي اكتسب قوة هذا الموسم من المشاركة الإفريقية وكذلك المشاركة العربية. نذكر بأن اتحاد العاصمة تنتظره مباراة أخرى في دوري أبطال العرب، ستكون أمام فريق المريخ السوداني، مباراة قوية تنتظر الاتحاد في هذه البطولة. ربما ما جعل المدرب تيري فروجي يقوم بتغيير التشكيلة طه شعبان يعني وإدخال عناصر وإراحة عناصر أخرى، لأنه تنتظره مازال مواعيد صعبة وكبيرة. هو الذي يلعب على عدة جبهات كما تفضلت سيف الدين بن زردة، حتى يمنح الأحقية لكل لاعب حتى يتمكن من تدوير التشكيلة، لأنه مازال هناك كم هائل من المباريات تنتظر الاتحاد فيما تبقى من مشوار هذا الموسم.
وهنا شوف هنا الإعادة، خطأ كان على بودربال من نسيم يطو، والحكم شوف هنا بودربال مراوغة ممتازة دخل بين اللاعبين، ولكن الوسيلة الوحيدة لإيقافه كانت ارتكاب الخطأ في هذه الكرة من نسيم يطو، والحكم أعراب يقول خطأ، وخطأ قريب أيضا بالنسبة لاتحاد العاصمة، والخطر سيكون في هذه الكرة من بن موسى صاحب التسديدات القوية، أو فوزي يايا صاحب الاختصاص أيضا في تنفيذ مثل هذه المحاولات. كنا شاهدنا قبل لحظات كان امتحان على مرمى الحارس منصوري إسماعيل، مخالفة من نفس المكان تقريبا، ولو أنه هذه المخالفة لاتحاد العاصمة بعيدة شوية عن منطقة العمليات، إلا أنه هذا يعني أول مخالفة راح تكون مباشرة على مرمى الحارس أسامة لتيم، ربما سيكون وراء الكرة بن غيت أو بن خماسة أو حتى يايا فوزي. أول إنذار في المباراة أخرجه الحكم كان من نصيب يطو نسيم من جانب مولودية وهران. كذلك يتواجد كل من نسيم أو بن موسى مختار، كذلك شريف رضوان صاحب التسديدات القوية، شريف رضوان بن موسى في تنفيذ هذه المخالفة، والكرات الثابتة كثيرا ما سجل بن موسى من مثل هذه الوضعيات ومن مثل هذه الأماكن. جدار الدفاع لمولودية وهران مكون من 5 لاعبين، بن غيت وبن موسى في تنفيذ هذه الكرة، ونحن نلعب الدقيقة 38، بن موسى راح ينفذ هذه الكرة، بن موسى بن موسى بن موسى بن موسى دائما في تنفيذ هذه المخالفة، ولكن الحكم يقول بن موسى، وتصطدم بالجدار الدفاعي أو بأحد لاعبي اتحاد العاصمة، وتخرج لي 5 أمتار و50 أو ركنية. كان هنا اللاعب بن موسى فقد تركيزه قبل بتسديد هذه الكرة، شوف هنا كنا شاهدناه يعني مركز فقط مع الجدار ومع أحد اللاعبين الذي سيخرج من الجدار، لهذا كان فقد تركيزه وكرته كانت عالية وبعيدة عن مرمى الحارس أسامة. بن موسى في تنفيذ الركنية، ركنية الرابعة لاتحاد العاصمة في هذا الشوط الأول الذي نقترب فيه من الدقيقة 40، 0-0 بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. بن يحيى الذي سبق له أن تقمص ألوان مولودية وهران، وكان آخر من سجل أو آخر من منح الفوز لمولودية وهران أمام اتحاد العاصمة لما كان يلعب في المولودية موسم سنة 2016، ويلعب للموسم الثالث له على التوالي مع فريق اتحاد العاصمة. ركنية لاتحاد العاصمة، شوف الرقابة الدفاعية، ركنية لصالح الاتحاد، من هناك بن موسى في القائم الأول، ودفاع المولودية يتدخل ويخرج هذه الكرة، دائما تبقى الكرة لمولودية وهران، ترجع لبن موسى، بن غيت عنده الكرة، محاصر بلاعبين، يفضل يلعبها مع شريف رضوان، شريف رضوان التمريرة لفوزيايا، أحد اللاعبين سقط من جانب مولودية وهران، فهم بوعزة يبقى ساقط على أرضية الميدان، تقدم له الإسعافات فهم بوعزة. هنا كان تدخل على اللاعب فهام بوعزة من بن غيت، بن غيت فهام بوعزة العائد إلى مولودية وهران، وهو الذي قضى 4 مواسم في اتحاد العاصمة ونال البطولة والكأس مع هذا الفريق، قضى مواسم جميلة مع فريق الاتحاد. فهام بوعزة كرة لمولودية وهران،
سباح او من بوشار الى سباح. سباح تبقى عنده الكره يلعبها طويله، البحث عن زيري حمار او يطو. دفاع الاتحاد يتدخل عن طريق بن موسى يلعبها في الوسط، عبد الرؤوف بن غيت عنده الكره دائما، يبقى محافظ على كورتو، مضطر للرجوع للخلف الى شريفي رضوان بن يحيى، الى شريفي، شريفي الدور يرجعها لبن يحيى، بن يحيى يلعبها طويله، البحث عن حاميه ممتازه من هناك، وحده اثنين مع بن خماسه ولكن ضايعه في وسط الميدان، تبقى كرة لصالح مولوديه وهران، والانطلاقه في هجوم معاكس وضاعت الكره، تبقى الكرة لصالح المولوديه، فهم بوعزه تسديده، كانت تسديده من فهم بوعزه ولكن كانت بعيده عن اطار مرمى الحارس اسماعيل المنصوري، محاوله من فهم بوعزه في هذه اللحظات ولكن تسديدته كانت بعيده عن اطار مرمى اسماعيل منصوري. في وقت كنا نشاهد جانب من جمهور مولودية وهران الذي كان يطمح لأداء موسم كبير، خاصة الكلام الكثير الذي قيل عن هذا الفريق قبل بداية الموسم في الصائفة طه شعبان. وبالفعل سيف الدين بن زرقة كانت هناك أمال الأنصار كبيرة على فريق مولودية وهران، لأنه الفريق نستطيع نقول أدى موسم، نقول بأنه أدى مشوار مقبول إلى غاية الآن، بما أنه يحتل المرتبة السادسة برصيد 17 نقطة. بإمكان الفريق تقديم الأفضل خلال ما تبقى من مشوار البطولة. كنت أود أن أتكلم عن المحاولة الأخيرة لصالح مولودية وهران ولصالح صانع الألعاب فهام بوعزة، كانت تسديدة الثانية أو الثالثة في هذه المباراة التي لم نشاهد فيها تسديدات من بعيد، ولو شاهدنا يعني تسديدتين أو ثلاث إلا أنها لم تكن في الإطار. على العموم المرحلة الأولى كانت متكافئة بين الفريقين، بين مولودية وهران واتحاد العاصمة، ولم ترقى إلى المستوى المطلوب وحسب تطلعات الأنصار والمشاهدين. كنا ننتظر مستوى آخر، كنا ننتظر أن نشاهد عروض ونسوج كروية، ولكن المباراة غلب عليها الطابع البحث عن النتيجة على حساب الأداء. كل فريق لا يبحث، كل فريق يسعى عن تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في هذه المباراة. كنا شاهدنا يعني الفريق مولودية وهران كان قام بعمل هجومي من طرة لأخرى باعتماده على الشيبان وحمار وكذا المهاجم فريفر الذي ما شاهدناش كثير مع دخوله مكان اللاعب رشيد ناجي اللي خرج متأثر بإصابة في 20 دقيقة الأولى، بينما في الجهة المقابلة لم نشاهد المهاجم محمد الأمين حامية كثيرا في هذه المرحلة الأولى، وكذلك شاهدنا عمل كان منحصر اليوم في وسط الميدان بين بن خماسة بن غيت واللاعب الشاب بن حمودة الذي قام بعمل كبير في وسط الميدان من أجل استرجاع الكرات. وهناك كانت معركة حقيقية في وسط الميدان بين المولودية والاتحاد، وهذه مخالفة لمولودية وهران مرفوعة من فهم بوعزة، خطيرة من هناك لصالح المولودية، والحكم يقول وضعية تسلل لفائدة دفاع اتحاد العاصمة. محاولة من هنا وهناك في هذه اللحظات الأخيرة، ولكن النتيجة دائما تبقى صفر مقابل صفر في هذه المباراة. شوف هنا كرة من بوعزة، أو كان فيه تدخل من بوشار على الحارس إسماعيل منصوري، والكرة كانت عالية وبعيدة عن رفقاء بوعزة. واللحظة يعلن حكم المباراة عرب عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. مشاهدينا الكرام لنا عودة باسم حضارتكم خلال معطيات الشوط الثاني.
تحية مجددة مشاهدينا الكرام، عودة باسم حضراتكم إلى مجريات الشوط الثاني من مباراة مولودية وهران واتحاد العاصمة. شوط أول انتهى على وقع التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، على أمل أن نشاهد أهداف خلال هذه المرحلة الثانية. أذكر لمن التحق بنا اللحظة بتشكيلة الفريقين، البداية بالفريق الضيف اتحاد العاصمة الذي يلعب بمنصور إسماعيل في حراسة المرمى، عرجي وليد، بن يحيى، شريفي، بن موسى، بن خماسة، بن غيت، بودربال، بن حمودة، حامية، وفوزي يايا. بالنسبة لمولودية وهران، فريق مولودية وهران يلعب بوسامة لتيم في حراسة المرمى، رضا حليمية، سباح، بوشار، مكاوي، يطو، حمزة يتوعمر، فهم بوعزة، زيري حمار، ويوسف شيبان، وكذلك فريفر بومدين الذي عوض المصاب رشيد ناجي الذي خرج خلال الشوط الأول. أول كرة لمصلحة اتحاد العاصمة والحكم عرب يقول خطأ ولصالح اتحاد العاصمة ولصالح فوزي يايا. ذكر بحكام حكم المباراة الحكم الرئيسي عرب، ويساعده المساعد الأول بن ناصر خالد، المساعد الثاني حملاوي، وكذلك الحكم الرابع بن جهان. كما أرحب مرة أخرى بزميلي طه شعبان الذي يشاركني في هذا التعليق على هذه المباراة. طه شعبان، مرحبا بك مجددا. تحية مجددة سيف الدين بن زردة ولجمهورنا الرياضي الكريم. مرحلة أولى كانت متكافئة بين الفريقين، بين مولودية وهران واتحاد العاصمة، وننتظر أن تكون مرحلة ثانية فيها المتعة والأهداف التي كانت غائبة عن المرحلة الأولى. ربما الشيء اللي يبقى ينقص فريق اتحاد الجزائر، الفريق الضيف اليوم هو يلعب بدون صانع ألعاب، حتى كرات كثيرة لم تصل ليايا وحامية محمد الأمين، بينما فريق مولودية وهران شاهدناه يعني كان هناك تباعد بين خط الوسط والمهاجمين، بين حمار ومدين فريفر وشيبان، ويلعب وراءهم فهم بوعزة وحمزة يتوعمر ويطو، ولكن هناك تباعد بين هذين الخطين. مولودية وهران يعني إن أرادت الوصول إلى شباك المنافس عليها بالقيام بالعمل أكثر بتصحيح المنظومة الهجومية لفريق المولودية، بينما فريق اتحاد الجزائر إن أراد هو الآخر الوصول إلى شباك المنافس فما عليه إلا بإقحام، على ما أعتقد رأيي الشخصي، على إقحام صانع ألعاب من أجل إعطاء نفس آخر لهجوم اتحاد العاصمة. وهذه مخالفة لمولودية وهران في تنفيذها، أبو عزة مرفوعة من هناك، الكرة دائما للمولودية، لا ما يسددش الكرة هنا نسيم يطو، تبقى الكرة لمصلحة مولودية وهران. زين الدين مكاوي والحكم يقول تماس لمصلحة اتحاد العاصمة. نفذوا وليد عرجي يلعبها مع بودربال، الكرة دائما للاتحاد وتماس لمصلحة مولودية وهران في هذه اللحظات. زين الدين مكاوي لآيتو عمر، آيتو عمر مضطر للرجوع إلى الخلف، يلعبها مع بوشار يبحث عن رفيق متحرر، يجد آيتو عمر، آيتو عمر يجيه، فهم بوعزة من هناك، فهم بوعزة عند الكرة، يرجع إلى الخلف، يلعبها مع آيتو عمر، ثم يرجع الكرة إلى دفاعه مولودية وهران التي قلنا أنها تريد تكسير حاجز وفك عقدة اتحاد العاصمة التي تلازم الفريق منذ سنواتنا بملعب الشهيد أحمد زبانة. كرة للمولودية ضايعة، ثم تعود لآية عمر، عنده الكرة في وسط الميدان، فهم بوعزة عنده الكرة، دائما يبقى محافظ على كورتو، تبقى الكرة لصالح المولودية. هيلة ممتازة هذه الكرة من زين الدين مكاوي، أول كرة خطيرة لمولودية وهران في المباراة، كرة من ملعوبة بالشكل اللازم بين فهم بوعزة، وكرة مكاوي تصطدم بالعارضة. شوف هنا مكاوي التسديدة مباشرة نحو مرمى منصوري، والعارضة تنقذ منصوري وتنقذ اتحاد العاصمة من أول هدف. كانت أول محاولة خطيرة لصالح مولودية وهران في هذه المرحلة الثانية من المباراة، يعني بعد الاعتماد على اللعب على الرواقين والاعتماد على اللعب من داخل منطقة العمليات، كانت أول فرصة متاحة لفريق مولودية وهران عن طريق المدافع
الأيسر اللي يصعد للمساندة الهجومية مكاوي زين الدين. إذن دائما تبقى النتيجة على حالها، ولكن إن يعني وصل الفريقان يعني هي نفس الخمس دقائق الأولى، هي نفس بداية المرحلة الأولى التي كانت تحيب أنه راح نشاهد مباراة كبيرة، راح نشاهد أهداف كثيرة، ولكن بعدها انخفض رتم المباراة. هذا يرجع لعدة معطيات. فريق اتحاد العاصمة يريد أن ينهي مرحلة الذهاب في البوديوم، فريق مولودية وهران يريد التسلق أكثر في سلم الترتيب والبقاء مع كوكبة المقدمة. هي كلها اعتبارات يعني أبقت المباراة كما بدأت، صفر مقابل صفر إلى غاية الآن، وننتظر أن نشاهد أهداف أخرى في هذه المرحلة الثانية من هذه المباراة. واتحاد العاصمة أفضل فترة لتسجيل الأهداف في هذا الموسم كانت ما بين الدقيقتين 45 والدقيقة 60، 29% نسبة الأهداف كانت هي الكبيرة لاتحاد العاصمة كانت في الشوط الثاني. وبالنسبة لمولودية وهران كانت من الدقيقة أفضل فترة لتسجيل الأهداف من الدقيقة 30 إلى الدقيقة 60، 50% من أهداف مولودية وهران سجلت خلال هذه الفترة، على أمل أن نشاهد أهداف من الجانبين في هذا الشوط الثاني. الكرة الخطيرة كانت من مكاوي ربما هي التي تلهب هذه المباراة. هذا يعني بأن الفريقان يدخلان مع بداية، تكون عندهم دخول جيد مع بداية المرحلة الثانية، تكون هناك تعليمات من المدربين في بداية الفترة الثانية من المباراة، ونتمنى أن نشهد الأهداف التي كانت غائبة طيلة المرحلة الأولى عن هذه المباراة. 51 دقيقة أو 52 دقيقة، صفر مقابل صفر بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. كرة لبن موسى يلعبها مع حامية أو بودربال، عنده الكرة يبقى محافظ على كورته يضيعها، لا تبقى الكرة لصالح الاتحاد. بن خماسة يلعبها بينية لبودربال وتروح الكرة خطأ أو مخالفة لمصلحة مولودية وهران. مولودية وهران التي لم تذق طعم تتويجات المحلية منذ 22 سنة، منذ كأس الجمهورية لسنة 1996، جمهورها يريد أن يعود إلى منصات التتويج وإلى التتويجات وجلب الألقاب إلى مدينة وهران. مولودية وهران التي تملك في رصيدها 4 ألقاب للبطولة الوطنية و4 ألقاب كأس الجمهورية و3 كؤوس عربية، وهذه كرة لصالح المولودية دائما، ولكن دفاع الاتحاد يتدخل في آخر لحظة. كما قلت 3 كؤوس عربية ونهائي لكأس الإفريقية الأندية البطلة كانت سنة 89 أمام الرجاء البيضاوي. كرة لصالح مولودية وهران، نسيم يطو يلعبها مع يوسف شيبان، ممتازة هايلة من فريفر، هايلة ممتازة التسديدة من آية عمر، تبقى الكرة لصالح المولودية وابو عزة يبقى محافظ على كورتو. شوف هنا الضغط من جانب مولودية وهران في هذه الأثناء، من سباح عنده الكرة يلعبها مع زيري حمار، زيري حمار يستفيد من تماس في الجهة المقابلة. اتحاد العاصمة أيضا كفريق الألقاب، اتحاد العاصمة ب7 ألقاب للبطولة الوطنية و8 كؤوس للجمهورية وكأس عربية وكأسين لقبين الكأس الممتازة ونهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا. اتحاد العاصمة الذي لا زال يسعى للتتويج الإفريقي، والذي قال عنه جوزيف بلاتير مرة ذات مرة أنه العملاق الغير المحدود بعدما ضيع الكثير من الألقاب الإفريقية. كرة لصالح اتحاد العاصمة عن طريق عرجي، نريد أن نشاهد أهداف في هذه المباراة من الجانبين، المباراة الكبيرة بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. دائما عودتنا بالإثارة والمتعة والحماس، وإلى غاية الآن نشاهد بأنه رتم المباراة ارتفع، خاصة من جانب عناصر مولودية وهران التي دخلت حامية الوطيس في هذه المرحلة الثانية. نشاهد بأن مولودية وهران ترمي بكل ثقلها ناحية الأمام من أجل الوصول إلى مرمى شباك الحارس منصوري، بينما فريق اتحاد العاصمة يلعب بكتلة دفاعية واحدة. إلى غاية الآن انتشار جيد لعناصر اتحاد العاصمة،
مما يصعب من مأمورية حامل الكرة بالنسبة لفريق مولودية وهران التي تبقى تضغط في هذه اللحظات لعل وعسى تأتي بالجديد. لكن من أي جهة لا ندري، نبقى نشاهد نرى ونترقب. ركنية لصالح مولودية وهران في تنفيذها حمزة آية وعمر، حمزة آية وعمر في تنفيذ هذه الركنية مرفوعة في القائمة الثانية، البحث عن رأسية يوسف شيبان ممتازة إلى وإسماعيل منصور يتدخل، مازال خطر دائم لصالح المولودية، والدفاع الاتحاد يتدخل في آخر لحظة ويخرج الكرة، الدفاع الاتحاد يتدخل في آخر لحظة ويخرج هذه الكرة، والضغط من جانب مولودية وهران في هذه الأثناء، حمزة آية وعمر عند الكرة دائما محاولة المراوغة المرور يلعبها ممتازة مع الزيري حمار، وركنية أخرى يقول حكم المباراة لمصلحة مولودية وهران هي الثالثة في ظرف دقيقة واحدة في هذه الأثناء، وهذا دليل على الضغط الكبير اللي تفرضه يفرضه أشبال المدرب عمار بالعطوي في هذه اللحظات على عناصر اتحاد العاصمة، ضغط في منطقة الاتحاد. ركنية أخرى لمصلحة المولودية دائما، الكرة دائما في أخذ ورد، نعم الحكم يقول خطأ، خطأ لمصلحة دفاع اتحاد العاصمة، إثارة فوق أرضية الميدان. الآن شوف هنا الإعادة للكرة الماضية، كرة موزعة في القائمة الثانية، كرة من نسيم يطو القائمة، وإسماعيل منصوري هو اللي خرج الكرة. حتى الحارس منصوري لم يكن ينتظر هذه الكرة، يعني شفنا ردة فعله متأخرة لكن تمكن من إبعاد الكرة من عن مرمى. إسماعيل منصوري الذي يعود زماموش الغائب اليوم بسبب العقوبة، إسماعيل منصوري يلعب موسمه الثامن مع اتحاد العاصمة، كان تنقل إلى مولودية بجاية ثم سرعان ما عاد إلى الاتحاد وهو يلعب موسمه الرابع على التوالي مع الفريق. كرة لاتحاد العاصمة، زيري حمار، زيري حمار الذي لعب لفريق الاتحاد أيضا لمدة موسمين. الكرة لمصلحة المولودية ممتازة من حليمية، المحاولة من بومدين فريفر ولكن الكرة راحت 5 أمتار و50. كانت كرة ملعوبة بشكل جيد في الرواق الأيمن، كنا شاهدنا كيف طلب المدافع حليمية الكرة، لما دائما يقوم حليمية بالزيادة العددية في منطقة المنافس إلا ويأتي بالجديد، كنا شاهدنا المساندة في الهجوم من حليمية والمراوغة والتوزيعة، ولكن الرأسية من اللاعب الشاب بومدين فريفر صاحب 19 سنة لم تأتي بالجديد، هذا نظرا للمضايقة والتغطية الدفاعية الرائعة من جانب محمد بن يحيى. وهذا خطأ لاتحاد العاصمة الذي لم نره إلى غاية هذه اللحظة في الشوط الثاني، اتحاد العاصمة وكأنه يلعب من أجل النقطة التعادل التي تضمن له اللقب الشتوي رسميا إن تحققت اليوم طبعا أمام مولودية وهران. اتحاد العاصمة الذي يملك في رصيده مباراة متأخرة بأرضية ميدانه أمام وفاق سطيف، وكذلك الجولة المقبلة يلعب أمام شباب قسنطينة في مباراة صعبة هي الأخرى بملعب عمر حمادي ببلوغين. أسامة لتيم في امتحان اليوم أمام فريق اتحاد العاصمة، أسامة لتيم 28 سنة الذي لم يلعب مباراة لم يلعب مع المولودية منذ الجولة السابعة. كرة لمصلحة الاتحاد ودفاع المولودية دخل، دفاع المولودية دخل وطرق في هجوم معاكس من بومدين وتدخل الدفاع، تغطية دفاعية ممتازة لاتحاد العاصمة وكرة، الحكم يقول خطأ، الحكم عرب يقول خطأ ومخالفة لاتحاد العاصمة بعد التدخل على بودربال. قلنا بأن أسامة لتيم شارك في 7 مباريات مع المولودية منذ بداية الموسم، اليوم مباراة الثامنة، كانت عرقلة على اللاعب بودربال من فهم بوعزة، كان في تدخل قوي على بودربال في هذه اللقطة. قلت بأن لعب 7 مباريات مع مولودية وهران، تلقى 13 هدف في 7 مباريات. وإبارة سيدخل بعد لحظات قليلة، البرنس إبارة أمير مناطق الجزاء في اتحاد العاصمة وهداف الفريق ب6 أهداف، 22 سنة إبارة، اللاعب الكونغولي والورقة الرابحة في صفوف الفرنسي تيري فروجي، يخرج ويعوض اللاعب حامية الذي لم نره اليوم كثيرا في هذه المباراة، وهذا يرجع إلى عدم تلقيه للكرات اللاعب حامية محمد الأمين
ما وصلتوش كرات كثيرة، لهذا ما شاهدناش حامية. المدرب فروجي تيري الآن يقحم اللاعب وهداف الاتحاد إبارة لصالح اتحاد العاصمة. إبارة في أول كرة، إبارة في أول كرة فاتت هذه اللقطة، ما كانتش هناك وضعية تسلل. نعم، لحسن حظ دفاع مولودية وهران أنه إبارة ما تمكنش بهذه الكرة، وإلا لكانت الكرة في الشباك. شوف هنا إبارة قدم اليمنى ولكن لم يتمكن من هذه الكرة بعد توزيعة بن موسى. وتستمعون معي اللحظة إلى أهزيج أنصار مولودية وهران على المدرجات، وبالعطوي يرد بتغيير آخر، سيدخل زكريا منصوري في مكان زيري حمار. زكريا منصوري 23 سنة، سجل 3 أهداف مع مولودية وهران هذا الموسم. الخطر كله في مولودية وهران يكمن في هذا اللاعب زكريا منصوري. إذن زكريا منصوري سيلعب الآن، سيدخل في الرواق الأيمن اللي تواجد فيه حليمية، وفريفر سنجده على الرواق الأيسر، ويوسف شيبان سيبقى كقلب هجوم. كنا شاهدنا الحكم سيد أعراب كان أشهر بطاقة صفراء في وجه المدافع بوشار، قلت هو تغيير ثاني بالنسبة للمدرب عمار بالعطوية، هو تغيير ثاني في الهجوم، يعني أنه مولودية وهران والمدرب عمار بالعطوي يريد أن يلعب الكل في الكل في هذه المباراة، وهو نفس الشيء بالنسبة لمدرب اتحاد العاصمة تيري فروجي الذي أقحم هداف الفريق اللاعب إبارة برانس. هل سيأتي إبارة برانس بالجديد أم هل سيكون كلام آخر لمنصوري أو فريفر في مولودية وهران؟ كرة لمنصوري، منصوري في أول لقطة منذ دخوله يضيع الكرة هذه، منصوري يضيع الكرة وينطلق اتحاد العاصمة في هجوم معاكس. من هناك بودربال وعودة موفقة لزين الدين مكاوي. قبل لحظات كان فيه إنذار لبوشار، هو الثالث في المباراة. كرة لمولودية وهران، زين الدين مكاوي يلعبها ممتازة مع نسيم يطو، انطلق أبو عزة، انطلق أبو عزة، الحكم يترك مبدأ الأفضلية ولكن قول خطأ ل مولودية وهران. أنصار مولودية وهران الذين يساندون فريقهم بأهازيجهم على المدرجات في محاولة لدفع الفريق لتسجيل أول هدف في المباراة. شوف هنا المراوغة كانت من فريفر، المراوغة كانت من فريفر وخطأ يقول حكم عرب لمولودية وهران في تنفيذه. زكريا منصوري لدخل منذ لحظات في مكان زيري حمار. شوف كل لاعبي مولودية وهران في منطقة اتحاد العاصمة. زكريا منصوري مرفوع الكرة ودفاع الاتحاد عن طريق إبارة الذي عاد إلى الدفاع لمساندة دفاعه في هذه اللقطة ويخرج الكرة إلى الركنية. شاهدوا الشيء الجميل في اتحاد العاصمة في هذه المباراة أنه الجميع يلعب بكتلة واحدة، نشاهدوا عدة لاعبين في منطقة العمليات من أجل دفاع المرمى. وهذه ركنية من بوعزة ممتازة، ممتازة من بوعزة، كنت أظنها في الشباك، كنت أظن أن هذه الكرة في الشباك، ممتازة من بوعزة، ركنية مباشرة. شوف هنا مباشرة نضربها بوعزة، كنت أظنها في الشباك الحارس منصوري. محاولة من مولودية وهران لافتتاح باب التسجيل في هذه المباراة. اتحاد العاصمة ننتظر إلى غاية هذه اللحظة ردة فعله. بلعطوي شوف هنا متوتر، يعني الملامح بلعطوي متوترة في هذه اللحظات، هو يريد تسجيل، يريد الفوز بهذه المباراة، وهو الذي يشرف على مولودية وهران في مباراته الثالثة. كرة لاتحاد العاصمة بن موسى، وفي أحد اللاعبين سقط، ساقط على أرضية الميدان. بن موسى عنده الكرة يلعبها مع فوزيايا، شيري في رضوان يلعب اليوم في المحور على غير العادة ويضيع هذه الكرة، تصبح تمس لمولودية وهران. الكرة للمولودية لفريفر، فريفر هذا اللاعب الذي يتحرك بسرعة وخفة
ومراوغات لفريفر ضيع هذه الكرة تصبح لمصلحة اتحاد العاصمة. حاول تهدئ اللعب من جانب الاتحاد، انطلق بن موسى، بن موسى مازالت عند الكرة يلعبها مع بالخماسة، بالخماسة ممتازة التمريرة ولكن سباح يقطع هذه الكرة، يلعبها مع حمزة يتوعمر، حمزة يتوعمر يبصلها مباشرة نحو الجهة اليسرى نحو فريفر، فريفر الذي يعود إلى الخلف لما وصلتش كرات كثيرة ويضيعها هو بدوره، تصبح الكرة لصالح اتحاد العاصمة. فوزي يا عند الكرة دائما والحكم يقول خطأ لاتحاد العاصمة أو لمولودية وهران. ونحن نلعب الدقيقة 65، صفر مقابل صفر، ما زالت هذه المباراة غامضة إلى غاية هذه اللحظة، لم نشاهد فيها ولا هدف. الكرة لمولودية وهران ضايعة من هناك، ترجع لسباح، سباح دائما عنده الكرة يبحث عن رفيق متحرر، يلعبها مع زين الدين مكاوي. مولودية وهران في محاولة لجلب لاعبي اتحاد العاصمة. حليمية ترويض ممتاز للكرة، يبقى محافظ على كرته، يحاول المراوغة والتدخل عليه من محمد بخماسة. حليمية يبقى ساقط ويستفيد من مخالفة، شوف هنا في هذه الإعادة كان التدخل بالمرفق من بالخماسة على حليمية في هذه الكرة، تدخل قوي من محمد بن خماسة. زكريا منصوري يحاول المراوغة، محاصر بلاعبين ويستفيد من خطأ، منصوري يستفيد من خطأ في هذه اللحظات، يصفر له حكم المباراة عرب. يشاهد المدرب عمار بالعطوي كان يعني أقحم اللاعب من صوري، هو اللاعب اللي ربما وهذه كرة طويلة لصالح مولودية وهران، كانت خطيرة هذه الكرة، وكان فيها اصطدام بين الحارس منصوري وأحد لاعبي مولودية وهران في هذه الكرة. التوزيعة كانت ممتازة من آية وعمر، ولكن الحارس منصوري كان يقظا في هذه الكرة وبعد الخطر، وأحد لاعبي المولودية يبقى ساقطا على أرضية الميدان، سيتلقى الإسعافات في هذه الأثناء. كان سقوط سيء للاعب مولودية وهران على ما أعتقد زين الدين مكاوي أو يوسف شيبان، نعم زين الدين مكاوي، أي اصطدام بينه وبين الحارس منصوري. أتمنى السلامة والعافية للاعب زين الدين مكاوي. كنا نتحدث قبل هذا بأنه المدرب عمار بالعطوي كان أقحم اللاعب منصوري زكريا الذي يمسك الكرة، كان هذا اللاعب اللي كان ينقص فريق مولودية وهران، يعني اللي أصبحت تتحكم في زمام الأمور وأصبحت تتحكم في وسط الميدان وأصبحت هي الأكثر مبادرة في الهجوم مقارنة باتحاد العاصمة الذي وكأنه اكتفى كما قلت سيف الدين بن زردة بنقطة التعادل، ولكن الاتحاد يبقى يلعب بالهجمات المرتدة خاصة مع دخول اللاعب إبارة، بإمكانه أن يصنع الفارق، لا أقول من فرصة بل من نصف فرصة، بإمكانه أن يقلب المباراة، وهو هداف الفريق وثالث هداف في البطولة بعد مهاجم دفاع تجنان تعاربي وكذلك مهاجم نادي بارادو زكريا نعيشي. كرة لمولودية وهران طويلة، البحث عن زكريا منصوري ولكن في خطأ على زكريا منصوري والحكم عرب يصفر مخالفة لمولودية وهران ضد ديايا وضد اتحاد العاصمة. وكثرت الأخطاء في هذه اللحظات، أخطاء مثل هذه تكسر من رتم المباراة، المباراة التي تجري إلى غاية هذه اللحظة في روح رياضية عالية بين لاعبي الفريقين، ونقطة يجب الإشادة بها في هذه المباراة. كرة للمولودية، زكريا منصوري يمرر كرة بينية من صالح المولودية دائما، ولكن دفاع الاتحاد
يتدخل في آخر لحظة دفاع الاتحاد المتكتل، وينطلق اتحاد العاصمة في هجمة معاكسة عن طريق بودربال على الجهة اليمنى. بودربال ينتظر صعود زملائه في هذه الكرة، محاولة المراوغة يتفوق عليه زين الدين مكاوي أو نسيم يطو، ولكن الكرة بالخطأ يسترجعها فريق اتحاد العاصمة. زيايا ممتازة من هناك بالخماسة، وسباح يغطي على كورتو ويستفيد من 5 أمتار و50، ونحن ندخل الدقيقة 70، 0-0 بين مولودية وهران واتحاد العاصمة. أمير سعيود سيأخذ مكانه، سيدخل مكان يايا. أمير سعيود صانع ألعاب اتحاد العاصمة، 28 سنة، يلعب موسمه الثالث مع الاتحاد، وهو الذي لعب لعدة أندية كدفاع تاجنانت ومولودية الجزائر ونادي الصفاقسي والأهلي المصري والإسماعيلي المصري، والذي هو يلعب في اتحاد العاصمة لموسمه الثالث. أمير سعيود مكان يايا، ليايا اللي ما شفناهش اليوم أيضا في هذه المباراة. كرة للمولودية، دائما فهم بوعزة بالعقب ممتازة لمنصور، التسديد ودفاع المولودية ودفاع الاتحاد يخرج هذه الكرة، كانت تسديدة من زكريا منصوري، محاولة المباغتة من بعيد، دائما عنده الكرة اتحاد العاصمة عن طريق بالخماسة. آية عمر لزين الدين مكاوي، ممتازة ثنائية، ما لا كان فيه هناك سوء تفاهم بين زين الدين مكاوي وزكريا منصوري أو نسيم يطو في هذه الكرة. مع التغيير الثاني للمدرب تيري فروجي بدخول سعيود مكان يايا فوزي، هنا راح نشاهد يعني تغيير في مناصب ولكن ليس تغيير في الأداء أو النهج التكتيكي بالنسبة للاتحاد. سيلعب سعيود في وسط الميدان الهجومي، ويصبح الهجوم يتكون من حامية وبودربال رفيق. نعم، إبارة الوحيد في قلب هجوم اتحاد العاصمة، كرة لصالح الاتحاد، إبارة عنده الكرة، إبارة يحاول، ولكن الحكم يقول كان فيه خطأ لاتحاد العاصمة. كرة لمولودية وهران، نسيم يطو يلعبها مع بوشار، في محاولة من مولودية وهران لجلب لاعبي اتحاد العاصمة وإخراجهم من منطقتهم، تكتل دفاعي من جانب الاتحاد. كرة لآية وعمر يلعبها ممتازة بينية مع فريفر، فريفر دائما المراوغة، يبقى محافظ على كورتو فريفر، والحكم يقول خطأ لمصلحة دفاع اتحاد العاصمة. هنشاهد هنا حكم احتسب لمسة يد على بومدين فريفر، رغم أنه في العرض البطيء والإعادة كانت هناك عرقلة على فريفر في هذه الكرة. خطأ لاتحاد العاصمة، اتحاد العاصمة قلت بأرمادة من اللاعبين الشبان، 12 لاعب لم يتجاوزوا سن 25 من جانب اتحاد العاصمة، وهذه كرة خطيرة للاتحاد دائما، ولكن سفيان بوشار يتفوق على إبارة في هذه الكرة. 6 عناصر فقط تجاوزت السن 30 في اتحاد العاصمة. كرة للمولودية من هناك ممتازة، دخل فريفر، راح فريفر ممتازة من هناك، انطلق فريفر هائلة ممتازة، ممتازة من بومدين فريفر هذه الكرة، ولكن دفاع الاتحاد، دفاع الاتحاد كان يقظا في هذه اللقطة. شوف هنا فريفر انطلق، دخل منطقة العمليات، ولكن بن يحيى تفوق عليه في هذه الكرة وأنقذ دفاعه من كرة فريفر. شوف فريفر يعني لما ينطلق من بعيد، هذا اللاعب يملك المؤهلات، يملك سرعة التوغل، يملك المراوغة، الحس التهديفي، بإمكانه إعطاء الإضافة لفريقه لو يلعب قريبا من منطقة العمليات، لأنه نشاهده يعود كثيرا من أجل جلب الكرة.
وهذه كرة لمولودية وهران، ناسي ميطو يلعبها نحو الجهة اليمنى، هنا موجود زكريا منصوري، زكريا منصوري عنده الكرة محاصرة بثلاث لاعبين، يبحث عن المساندة الهجومية. زكريا منصوري ممتاز المراوغة، يبقى محافظ على كورتو، يلعبها مع ناسي ميطو ومع فهم بوعزة، فهم بوعزة يرجعها لزكريا منصوري، المراوغة التمريرة ممتازة، واحد اثنين، والحكم يقول ركنية لمصلحة مولودية وهران. ربع ساعة عن نهاية الوقت الرسمي، تفصيل عن نهاية الوقت الرسمي، صفر مقابل صفر بين مولودية وهران واتحاد العاصمة، وركنية أخرى لمولودية وهران في هذه الأثناء. والمولودية تبقى متحكمة في زمام الأمور إلى غاية الآن، يعني تفوق طفيف بالنسبة لمولودية وهران. وهذه كرة مرفوعة في القائم الأول لمولودية وهران، ودفاع اتحاد العاصمة عن طريق إبرة، كانت تسديدة من جانب مولودية وهران ولكن تروح 5 أمتار و50. شوفوا في كل يعني لقطة في كل ركنية إلا ونشوفوا إبرة يرجع الى منطقة عملية اتحاد العاصمة، ربما هي تعليمات من تيري فروجي للاستفادة من اصحاب القامات الطويلة حتى لو كانوا مهاجمين في اخراج هذه الركنيات. وتغيير هذه اللحظة، سيخرج رفيق بودربال وسط الميدان الهجومي وسيدخل حمزة كودري. هنا المدرب تيري فروجي حس بالخطورة التي تشكلها مولودية وهران في هذه اللحظات، حيث يخرج هنا نشاهده مهاجم ويدخل وسط ميدان هجومي، بما أنه مولودية وهران استحوذت على وسط الميدان ربما من أجل إعطاء التوازن لفريق اتحاد العاصمة. حمزة كودري البالغ من العمر 30 سنة وليلعب موسمه السابع مع اتحاد العاصمة، والذي هو استقدم قبل سنوات من فريق مولودية الجزائر. نذكر أن مزيان الثنائي مزيان وشيتا المتألقان مع اتحاد العاصمة غائبان اليوم عن الفريق بسبب تلقيهما دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا لمباراة التحسبا للتربص الذي يدخل فيه المنتخب الوطني الذي سيواجه منتخب الطوغولي يوم 18 نوفمبر عفوا. المنتخب الوطني الذي نتمنى له كل التوفيق في هذه المباراة المهمة. كرة لمولودية وهران، أسامة لتيم يلعبها مع سفيان بوشار، آية وعمر عنده الكرة يلعبها ممتازة مع أبو مدين فريفر الذي يعود في كل كرة يعود إلى الوراء. صفر مقابل صفر بين مولودية وهران واتحاد العاصمة، لم تهتز الشباك إلى غاية هذه اللحظة في هذه المباراة التي لم تبح ربما بكل أسرارها قبل نهاية وقتها الرسمي ب13 دقيقة. كرة الاتحاد العاصمة، إبارة عنده الكرة يحافظ على كورتو بالخماسة، ممتازة التمريرة بينية لصالح الاتحاد من هناك لمصلحة اتحاد العاصمة. سعيد عنده الكرة أو بن حمودة، ولكن دفاع المولودية يعود في آخر لحظة في هذه الكرة وانطلاقة في هجوم معاكس لمولودية وهران، إثارة كبيرة في أرضية الميدان. الآن انطلق أبو عزة فهام، ممتازة التمريرة بينية ليوسف شيبون، هائلة ممتازة، ولكن الحكم يقول وضعية تسلل، الحكم المساعد الأول بن ناصر خالد يقول وضعية تسلل في هذه الكرة. لا أظن أنه هناك وضعية تسلل في هذه الكرة، ما فيش وضعية تسلل. نشاهده بأنه المهاجم شيبان مع آخر مدافع كانوا في خط واحد. تمريرة كانت ممتازة من فهم بوعزة، لكن لسوء حظ هجوم مولودية وهران الحكم أعلن عن وضعية تسلل. كرة لمولودية وهران، نسيم يطو لعب النشيط كثيرا في صفوف مولودية وهران في وسط ميدان المولودية. زين الدين مكاوي انطلق في هذه الكرة ويستفيد من مخالفة، شوف هنا ما فيش وضع يتسلل. لحظة انطلاق الكرة والتمريرة من بوعزة، الكرة للمولودية، حليمي عند الكرة، تمريرة أرضية وتدخل دفاع اتحاد العاصمة في هذه الكرة. زكريا منصوري عنده الكرة، دائما سباح يلعبها مع نسيم يطو، فهم بوعزة يبدل الجناح مباشرة من هناك نحو الجهة اليمنى، هنا موجود حليمية، حليمية تمريرة أو توزيعة من هناك نحو الرؤوس، ولكن دفاع الاتحاد يتدخل في آخر لحظة. تبقى الكرة للمولودية،
دائما عنده كرة. حمزة يتعمر التسديدة ممتازة ولكن بعيدة 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 كثير عن إطار مرمى اسماعيل المنصوري. هنا اللاعبين في هذه اللحظات يخلطون بين السرعة والتسرع. نشاهدوا فريق مولودية طهران يواصل في حملاته الهجومية ويبحث دائما عن هدف السبق وهدف الفوز. تبقى تفصلنا حوالي 10 دقائق على نهاية هذه المباراة. مولودية طهران ترمي بكل ثقلها ناحية الأمام بينما فريق اتحاد العاصمة ركن إلى الخلف وفسح المجال لمولودية طهران من أجل القيام بهذه الحملات الهجومية، ويبقى الاتحاد يعتمد فقط على المرتدات. ولكن هل سيواصل فريق الاتحاد وهل سيتمكن يعني من المواصلة في هذا الرتم، خاصة بأنه فريق مولودية طهران يضغط بكثافة عددية في منطقة المنافس. النية واضحة من جانب مولودية طهران وهو تسجيل هدف الفوز، والكرة من زكريا منصوري. عند الكرة زكريا منصوري تسديدة، يفضل اللاعب الفردي زكريا منصوري في هذه الكرة، وتسديدته اصطدمت بمدافع اتحاد العاصمة وتخرج إلى تماس. زكريا منصوري دائما عنده الكرة يحاول، لأنه كان زكريا منصوري في اللقطة الماضية كان ينتظر خروج أحد اللاعبين، كانت المنافذ مغلقة، هنا كان ملزم أن يقوم بعملية التسديد، كان ملزم بالقيام بالعمل الفردي. اتحاد العاصمة يلعب الدفاع ويلعب على من أجل المرتدات والمباغتة، ويجب أن ننوه بالعمل الكبير اللي يقوم به محمد بن يحيى وشريف رضوان في محور دفاع اتحاد العاصمة. شريف رضوان الذي يعوض شافعي في محور الدفاع بطريقة أو بالعلامة الكاملة اليوم في هذه المباراة. كرة لمولودية طهران، نسيم يطو عنده الكرة في الوسط الميدان، دائما محاصر بلاعبين يبحث عن المساندة، يجد سباح زي العابدين. سباح زي العابدين عند الكرة طويلة، يرجعها دفاع اتحاد العاصمة كما جاءت، تبقى الكرة لمصلحة المولودية. زكريا منصوري انطلق بهذه الكرة، المراوغة، يواصل زكريا منصوري، مراوغة من زكريا منصوري يبحث عن الثغرة، دائما عنده الكرة، ودفاع الاتحاد، دفاع الاتحاد متجمع ومتكتل كما ينبغي في هذه المباراة. كرة لمصلحة اتحاد العاصمة، انطلق سعيود، سعيود انطلق في هجوم معاكس، راح سعيود، راح من هناك المراوغة والتدخل عليه من سباح الذي يرتكب خطأ، والحكم أرى بيصفر مخالفة لمولودية لاتحاد العاصمة وإنذار ضد سباح في هذه الكرة. شوف هنا الإعادة، مراوغة ممتازة من سعيود. كان هنا الحل الوحيد بالنسبة لسباح زين العابدين هو ارتكاب الخطأ على سعيود، لأنه سعيود خطير لما يأتي من بعيد. أمير سعيود اللي ما شفناش كأساسي مع اتحاد العاصمة هذا الموسم، ما شفناش في مباريات كثيرة، كنا شاهدناه استرجع إمكانياته لما عاد للبطولة الجزائرية من بوابة فريق دفاع تجننت، ولكن ما شاهدناش كثيرا في فريق اتحاد الجزائر. الأجواء تختلف من فريق إلى فريق. طه شعبان، اتحاد العاصمة فريق فيه ضغط يعني من الأنصار، وفريق يلعب على الألقاب. كرة من سعيود في تنفيذ هذه المخالفة، صعود جل لاعب اتحاد العاصمة لمحاولة المباغتة، مباغتة مولودية طهران في هذه اللحظات. سعيود في تنفيذ هذه المخالفة، مرفوعة في القائمة الثانية، ممتازة، كانت ممتازة من بن يحيى، التوزيعة من سعيود، المخالفة ممتازة ورأسية بن يحيى بين أحضان الحارس لتيم بن يحيى، كاد يخادع مولودية طهران في هذه اللقطة. شوف هنا اتحاد العاصمة، قلنا أنه يحاول المباغتة في هذه اللحظات الأخيرة. وشاهدنا ونعرفوا اللاعب محمد بن يحيى كان سجل عدة أهداف عن طريق كرات ثابتة بالرأسيات، خاصة لما كان يتقمص ألوان مولودية طهران وحتى في فريق اتحاد العاصمة الذي يلعب له في الموسم الثالث على التوالي. نشاهد هنا، هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ على ما أعتقد كان خروج اللاعب مع انطلاق الكرة، إلا أنه الحارس أسامة لتيم كان في المكان المناسب وتمكن من صد هذه
الكرة. تبقى تفصيلنا حوالي 6 دقائق على نهاية هذه المرحلة الثانية، والمباراة دائما ها هي الإعادة. حطها له فوق راسه سعيود بالمسطرة لبن يحيى. اتحاد العاصمة الذي إن تعادل اليوم سيصبح بطلا شتويا رسميا في هذا الموسم أو في مرحلة الذهاب. كرة وهذا جانب من جماهير مولودية وهران، كرة لاتحاد العاصمة والحكم عراب يقول خطأ أو مخالفة لمولودية وهران بعد التدخل على حليمية في هذه اللحظات الأخيرة. محاولات من هنا وهناك من الجانبين. شوف هنا البلع عقب من بوعزة، وتدخل كان من بن حمودة وبالخماسة على حليمية. وبإمكان أي فريق أن يسجل في 5 دقائق المتبقية سواء مولودية وهران أو اتحاد العاصمة، ولكن ونظرا لمعطيات هذه المباريات ومجريات هذه المباريات التعادل هو أحقية بالنسبة للفريقين. زكريا منصوري في تنفيذ هذه المخالفة. صعود لاعبي مولودية وهران إلى منطقة عمليات. شوف هنا سبعة لاعبين من جانب مولودية وهران. التوزيع من هناك من زكريا منصوري الرأسية، ولكن دائما الكرة لصالح مولودية وهران. زكريا منصوري عنده الكرة، يحاول المراوغة، المرور محاصر بالخماسة وضاعت الكرة، ضاعت منه الكرة زكريا منصوري في هذه اللقطة. شاهدنا يعني شوف هنا طريقة تسديد الكرة كانت ممتازة في علامة الجزاء. شاهدنا لاعبين من جانب مولودية وهران كانوا ضربوا الكرة، واحد فيهم فريفر سباح، فريفر مع سباح زين العابدين. وتومي هداف الموسم الماضي في مولودية وهران راح يدخل، وهو العائد من إصابة إلى تشكيلة الفريق، يدخل مكان بوعزة. آخر ورقة لبلعطوي في هذه المباراة تومي محمد. تومي يعتبر جوكر بالنسبة لفريق مولودية وهران. الورقة الرابحة كان كلما يدخل إلا ويسجل هدف بالنسبة لمولودية وهران. هل سيفعلها في هذه الدقائق الأربع الأخيرة؟ كل فريق استنفد التغييرات في هذه المباراة والانطلاقة من إبرة. وكرة لصالح اتحاد العاصمة من هناك حمزة كودري. حمزة كودري عنده كرة ممتازة التمريرة، ولكن يقطعها دفاع المولودية. هوكو ممتازة لصالح اتحاد، ولكن وضع تسلل على إبرة في هذه الكرة. قلنا بأن اتحاد العاصمة يحاول المباغتة في اللحظات الأخيرة، ولكن وضع تسلل يقول حكم المباراة. إبرة كان في وضعية تسلل واضحة في هذه اللقطة. هنا وضعية تسلل واضحة كما تشير إليها الصورة. إذن هدف غير شرعي بالنسبة لاتحاد العاصمة، ويبقى التعادل السلبي يميز هذه المباراة التي تفصلنا عن نهاية وقتها الرسمي 2 دقيقة فقط. كنت أقول قبل هذا بأنه التعادل كل فريق يستحق نقطة نظرا لمجريات هذه المباراة. كان تكافؤ في هذه كل مجرياتها. هذه الكرة لصالح مولودية وهران، ودفاع الاتحاد يتدخل في آخر لحظة ويبعد الخطر. التعادل في رأيك منطقي طه شعبان في هذه المباراة إلى غاية هذه اللحظة؟ وتمس لاتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة الذي تنتظره مباراة أمام شباب قسنطينة، وكذلك مباراة متأخرة أمام وفاق سطيف، ومباراة أخرى في دوري أبطال العرب أمام نادي المريخ السوداني. كرة لصالح مولودية وهران، كرة بينية ولكن تروح سهلة للحارس إسماعيل المنصوري. ومولودية وهران أيضا تنتظره مباراة أخرى خارج الديار، المباراة 15 والأخيرة في مرحلة الذهاب ستكون بالعاصمة أمام نصر حسين داي. إذن على العموم شاهدنا مباراة متكافئة
بين الفريقين. لو نتحدث عن المرحلة الثانية كانت فيها مولودية وهران أكثر مبادرة في الهجوم مقارنة بالاتحاد، ولكن الاتحاد كان يلعب بكتلة واحدة، غلق جميع المنافذ بالنسبة على عناصر مولودية وهران. وهذه الكرة لصالح مولودية وهران، مراوغة ممتازة من زكريا منصوري، ممتاز زكريا منصوري، التمريرة من هناك نحو تومي، ولكن دفاع الاتحاد في آخر لحظة يتدخل، دفاع الاتحاد يتدخل في آخر لحظة ويبعد الخطر وترجع كرة لتمس لمولودية وهران. كنت أقول بأنه المرحلة الثانية شهدنا فيها فريق مولودية وهران كان قام بضغط كبير على فريق الاتحاد اللي بقى يلعب بكتلة واحدة، وكانت المولودية هي الأكثر مبادرة في الهجوم وكادت أن تصنع الفريق لولا الخط الدفاع اتحاد العاصمة بالرغم من تواجد كل من شريفي وبن يحيى. وهذه كرة خطيرة للمولودية دائما من زين الدين مكاوي، ولكن الحكم يقول خرجت الكرة وثلاث دقائق كوقت بدل ضائع يضيفها الحكم عرب في هذه المباراة، ونحن نعيش الدقيقة الأولى. اتحاد العاصمة يتجه للحفاظ على نظافة شباكه في المباراة السادسة هذا الموسم، ومولودية وهران يتجه لعدم تسجيل أي هدف في مباراة السادسة أيضا هذا الموسم. مباراة النقيضين بين اتحاد العاصمة ومولودية وهران، مولودية وهران التي تعجز عن الفوز على اتحاد العاصمة هنا في زبانة. حتى اتحاد العاصمة قوي في هذا الموسم، لعب 6 مواجهات خارج الديار، فاز في 4 وتعادل في 1 وانهزم فقط في مباراة واحدة، هو فريق يحسن التفاوض خارج الديار. كرة لصالح اتحاد العاصمة، التوزيع من هناك وسوء تفاهم بين لتيم وبوشار الذي يخرج هذه الكرة للتماس، وآخر المحاولات نعيشها في هذه المباراة. اتحاد العاصمة يستفيد من تماس في هذه الأثناء، تيري فروجي الفرنسي الذي يعول على التتويج بلقب البطولة مع اتحاد العاصمة هذا الموسم. تماس لاتحاد العاصمة، عناصر الاتحاد تسير اللحظات الأخيرة بذكاء للاستفادة من نقطة التعادل في هذه المباراة التي كما قلت تمنح لهم البطل لقب بطل أو تجعل اتحاد العاصمة بطل المرحلة الشتوية. آخر الكرات ونعيش الدقيقة الأخيرة، كرة لمولودية وهران في آخر المحاولات، زين الدين مكاوي يلعبها طويلة البحث عن الهجوم عن منصوري وشيبان، ولكن الحكم عرب يقول خطأ. قلت مولودية وهران تتجه أو تعجز عن الفوز على اتحاد العاصمة هنا بملعب أحمد زبانة للموسم الثالث على التوالي. واتحاد العاصمة سيكون بطلا شتويا لبطولة هذا الموسم بعد أن يصفر حكم المباراة عرب نهاية هذه المباراة بالتعادل السلبي 0-0. مباراة مستوى شوطها الثاني كان أفضل من الأول، ولكن لم نشاهد الأهداف. الكرة الأخيرة منصوري يلعب كرة طويلة، واللحظة الحكم عرب يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين مولودية وهران واتحاد العاصمة 0-0. الشكر موصول للزميل طه شعبان الذي شاركني في التعليق على